أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، ليلة جميلة وطقس رائع في الحقيقة. من كابينة التعليق هذه تحياتي محدثكم فارس عواد ومتابعة حية لهذه المباراة. نرغب في مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة في كل لحظاتها. فريق الهلال السعودي في مواجهة توتنهام، أجواء كروية صاخبة، مباراة قوية، متعة مضمونة، هكذا هي العادة في مباريات كرة القدم. ماسكيرانو يصل الكرة ويبعدها في هذه اللقطة، وهنا قرار وركلة حرة لمصلحة الهلال. هالاند، لورا بلا، بيلينغهام، إيرلينغ هالاند، لويس دانك، وصلت الكرة للوران بلان، جان لوكا زامبروتا، اعتراض ناجح لاستعادة الاستحواذ. فيران توريس، الكرة بتتحول من المدافع إلى خارج الملعب، رمي تماس، تشافي، كرة عند بيلينغهام، الكرة للويس فيجو، يضعها في المرمى. يبعد الخطورة. بيلينغهام، وصول الدعم للزملاء في هذا التوقيت. ركنية وفرصة للتقدم في النتيجة. تشتيت رائع للكرة هنا. بيلينغهام، وصلت إلى تشافي هرنانديز، كرة عند بيلينغهام، بالدي، الله، كرة بتكسر العارضة، كومان، تدخل ناجح من تشافي، كرة بتتشتت من خط الدفاع. صافرة تأتي معلنة عن نهاية أحداث الشوط الأول. ضربة البداية مشاهدينا للشوط الثاني بصافرة حكم اللقاء. كرة بحوزة بلان لان، أليكس بالدي، تشافي، مايكل أوين، والآن تقدم هجومي وخيارات متعددة. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. والآن يحدث تحول في الاستحواذ. مرت ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف الساعة الأخيرة. ضاعت الفرصة، كانت قريبة من المرمى، حطها براسه لكن بدون دقة، وصل للكرة لكن لم يوجهها، عليه أن يكون أكثر دقة في المرات المقبلة. رونالد كومان، دي لورينزو، كرة من جديد مع توتنهام، تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. والآن مع هالاند، مستحيل، ما هذا السيناريو؟ أي دراما هنا؟ تعادل سلبي طوال المباراة، وفي اللحظات الأخيرة تأتي الإثارة كلها وتدخل الكرة المرمى. هدف قد يحسم الأمور، قد ينهي المباراة.
لحظات درامية مع اقترابنا من نهاية المباراة، والنتيجة ربما تكون حسمت الآن. مجهود كبير وحافز يقدم الجمهور في الملعب لفريقه لتحقيق التعادل، وهم على بعد دقائق من النهاية. نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة، والآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. بول سكورز، والآن تأتي صافرة نهاية المباراة وفوز يحقق فريق توتنهام. فرق الهدف صنع الفارق في الملعب.